واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نجدد لكم تحية مشاهدينا الكرام، ومن الأردن نرحب أيضا بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا الآن، دكتور سعيد فودة. هو باحث ومتخصص في دراسات العقيدة الإسلامية، وله مؤلفات عديدة سواء في العقيدة أو أصول الفقه الإسلامي. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا بكم ومرحبا. حديثنا ما زال متصلا بالإمام الأشعري، فكره ووسطيته واعتداله. نعم. يعني حديثنا متنوع بين هذه الأمور، ولعله من المفيد مع حضرتك أن نذكر بنشأة الإمام، ربما كان فيها تذكير ببعض الأمور المفيدة. نعم، هي بداية جيدة. على سبيل الاختصار نذكر أن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى كان قد ولد حسب ما ذكرت المصادر التاريخية حوالي سنة 260 للهجرة، أي أنه من أهل القرون الثلاثة الأولى، وتوفي على أرجح الأقوال سنة 324 للهجرة. فحياته يعني عمره كان 64 سنة، وكان في بداية حياته مع المعتزلة، دام حوالي تقريبا لعمر 40 عاما، ثم بعد ذلك أعاد النظر، وقبيل ذلك كان يعيد النظر ويناظر أئمة الاعتزال وأئمة الفرق الإسلامية الأخرى، حتى توصل إلى نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، وهم المذهب المنسوب إلى الصحابة والتابعين وما هو ظاهر في الكتاب والسنة. ثم عاد وناقش وناظر الفرق الأخرى بناء على أسس ومنهجية جديدة أسسها بناء على معرفته بالعلوم العقلية وأسس البحث والجدل والنقاش والنظار. فمن هذا الباب انتسب إليه كثير من أهل، أكثر أهل السنة والجماعة صاروا ينتسبون إليه لما رأوا منه من الكشف عن حقائق كانوا يعرفونها بين أنفسهم، لكن ربما كان كثير منهم لا يقوى على المناظرة والاستدلال والحجاج عنها. فلما تكلم الإمام الأشعري وأظهر عن علومه ومعارفه، سلم له أكثرهم، أكثر أهل السنة والجماعة انتسبوا إليه، ومنهم من انتسب إلى إمام آخر مشهور غيره كان مساوقا له في الزمان، وهو الإمام أبو منصور الماتوردي. ومن هنا صارت نسبة أهل السنة والجماعة من بعده حتى عصرنا الحالي أساسا إلى الإمام الأشعري. الإمام أبو المنصور لم يختلف كثيرا عن الإمام الأشعري في فكره؟ لا، هناك في خلافات بسيطة جدا في مسائل معدودة. كتب عن هذه المسائل بعض العلماء، منهم ابن كمال باشا، وأنا لي كتاب في الحقيقة شرح هذه المسائل، شرح مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتوريدية، ناقشت فيها حوالي 11 مسألة من المسائل. لكن العلماء اتفقوا على أنه لا يوجد خلاف في الأصول، العقائد تنقسم إلى أصول وفروع وخلافات لفظية. العلماء قالوا يوجد بعض الخلافات بين الأشاعرة والماتوردية في المسائل اللفظية. ما المقصود بالمسائل اللفظية؟ يعني اختلاف في التسميات مع الاتفاق في المعاني، هذا لا إشكال في الخلاف فيه. لكن الأصول العقائدية لا يوجد أبدا خلاف بين الأشاعرة والماتوردية، لكن يوجد هناك عدد بسيط من الخلافات بين الفريقين في مسائل تسمى في العقائد مسائل عقائدية فرعية، يعني من فروع علم التوحيد. فترى بعض الأشاعرة يختارون مذهب الإمام أبي منصور الماتوردي، وبعض الماتوردية يختارون مذهب الإمام الأشعري. ولذلك العلماء اعتبروا هذين الإمامين العظيمين ومن اتبعهما مدرسة واحدة، وأهل السنة والجماعة تطلق في الحقيقة على مجموع هذين الإمامين. ولكن لأن الإمام الأشعري اشتهر أكثر وانتشر أكثر في البلاد، فصار العرف السائد نسبة أهل السنة إلى الإمام الأشعري. ولكن يفهم ضمنا من هذا الحديث أنه عندما وقع الخلاف مع المعتزلة، نعم، الماتوريدية وقفوا مع الأشاعرة؟ طبعا هو كانت هناك جبهتان أستاذي. كان في الإمام الأشعري، نحن نسينا أن نذكر أنه كان في بغداد، نعم، ويروى أنه لم يغادر بغداد يمكن إلا لسفرات بسيطة جدا، ومات في بغداد أيضا. لكن الإمام أبو منصور الماتوريدي كان في بلاد ما وراء النهر، هي تقريبا الآن في جنوب روسيا، نعم، بلاد ما وراء النهر. ففي نفس الفترة التي كان الإمام الأشعري رحمه الله كان يناظر المعتزلة وغير المعتزلة في الحقيقة، يعني رويت عنهم مناظرات للهنود، للهندوس، لليهود، للفلاسفة، رويت عنه يعني مناقشات، وله كتب كثيرة جدا. سجلت هذه المناظرات؟ نعم، يوجد له كتب بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وصلتنا منها 6 كتب، وروى عنه بعض أكابر تلامذته وتلامذة تلامذته كثير جدا من مختصرات الكتب، منهم الإمام ابن فورك كتب كتابا عظيما جدا، وهو تقريبا يكاد يكون المرجع الأكبر لتراث الإمام الأشعري، وهو مجرد مقالات الأشعري، لخص
خلاصة فكر الإمام الأشعري من مجموع كتبه التي أغلبها لم تصل إلينا. كانت هذه الكتب على فكرة موجودة لغاية القرن السابع والثامن والتاسع الهجري في بغداد. في بغداد وفي الشام وفي مصر كثير من العلماء الأكابر الذين هم أصلا كانوا في تلك القرون كانوا ينقلون عن كتب موجود يعني مخطوطاتها بين أيديهم، لكن للأسف في نحن في هذا الزمان القدر الذي عثرنا عليه هو مجموع حوالي 6 أو 7 كتب، يعني بينها منها كتب صغيرة ومنها كتب طويلة نوعا ما. لكن نعود إلى الإمام أبي منصور الماتريدي، نقول في الجبهة الأخرى الإمام أبو منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهر وفي زمان متوازن تماما، حيث أن الإمام الماتريدي أيضا توفي سنة 333، يعني لاحظت زمن متقارب جدا في نفس الفترة في نفس الزمان، مع أنهما لم يلتقيا، يعني لا الإمام الأشعري لاقى الماتريدي ولا العكس، ولم يلتقيا مطلقا ولم يشاهد بعضهم ولم يتلقى أحدهما عن الآخر، إلا أن الإمام الماتريدي كان مع نقاشه ومناظراته للمعتزلة وخلافياته معهم، بعد ذلك عندما صار هناك لقاء بين تلامذة الأشعري وتلامذة الماتريدي تبين لهما أن حاصل الأفكار واحدة، أنهما على طريق واحد. أنهما على طريق واحد. فمن هنا الإمام الماتريدي كان منتسبا إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، لذلك كان قد بنى معظم أصوله على ما وصله من كتب الإمام أبي حنيفة، والإمام الأشعري كان قد بنى أصوله على كتب الإمام الشافعي وأصول الإمام الشافعي. فالأشعري شافعي والإمام أبو حنيفة والإمام الماتريدي حنفي، أصولهما بعد تلاقي الطلاب في عصور متأخرة نسبيا أو بعد قرن أو تقريبا وجدت أنها أصول واحدة، ولذلك الآن هي في الحقيقة مش من الآن فقط، من قرون عديدة يعني هي يعني فرقة واحدة وجماعة واحدة ومذهب واحد، وهم الأعلام أهل السنة والجماعة. لعلك أنت تتحدث عن أن الإمام الأشعري أكثر شهرة من الإمام أبو المنصور من الإمام أبي المنصور، يعني ربما خطر في بالي أن نقيم أو نناقش مسألة مكانة الإمام الأشعري وسط علماء المسلمين بشكل عام. جيد. في الحقيقة كما قلت لك عندما تراجع الإمام الأشعري عن الاعتزال، ولم يتراجع بين يوم وليلة بل إثر مناظرات ومباحثات ومناقشات مع مشايخه من المعتزلة ومع مشايخ المعتزلة بشكل عام، حيث أنه في القرن الثالث الهجري كان المعتزلة قد انتشروا في البلاد الإسلامية وروي عن في بعض المصادر، وهذه روايات موثوقة ومضبوطة، أن أكثر القضاة في الذين كانوا يوظفون في البلاد الإسلامية كان يجب أن يكون معتزليا. إلى هذه الدرجة كان الاعتزال متشبثا يعني وطيدا في البلاد الإسلامية، في كثير من البلاد الإسلامية. فلما ظهر عليهم الإمام الأشعري ولم يستطع كثير منهم أن يردوا عليه، صار كثير من أهل السنة كما قلت لك ينتمون إلى الإمام الأشعري ويدرسون عنده ويتلقون طريقته. فبعد ذلك ظهر عنده جلة من التلاميذ اللي هم في الحقيقة بعد ذلك صاروا أعلام العلماء، من أسمائهم مثلا البندار وابن مجاهد، هؤلاء درسوا، أو أبو الحسن الباهلي، هؤلاء 3 من أعظم تلامذة الإمام الأشعري رحمه الله، هؤلاء درسوا أيضا أسماء، ربما بندار والأبو الحسن الباهلي أسماء غير معروفة بالنسبة لنا، لكن تلامذتهم مثلا نستمع إليها مثلا بعضهم، الإمام الباقلاني إمام مشهور جدا، ابن فورك إمام مشهور جدا، أبو إسحاق الإسفرايني إمام أيضا معروف وشهير، وغيرهم كثير كثيرون جدا. هؤلاء العلماء في الحقيقة صار عليهم إقبال كبير جدا جدا من أقاصي البلاد، حتى إنه روي أن العلماء من أقاصي المغرب ومن إسبانيا كانوا يهاجرون عندما سمعوا ظهور مدرسة الإمام الأشعري. طبعا نحن نتكلم عن الإمام الأشعري بشخصه ومن حيث ما هو مدرسة، يعني له تلامذة وأتباع وطرق علمية ومنهجية. فلما صار يتسامع بها الناس صاروا يرحلون من بلاد الأندلس ومن بلاد المغرب إلى بغداد وبلاد الشام لكي يتلقوا العلم، ومن من رحلوا ثم يرجعون إلى بلادهم وينشرون هذا المذهب مرة أخرى. ممن أذكر أنه مثلا سافر وهاجر من أجل طلب العلم إمام كبير جدا عند الملائكية، وهو عند المالكية، وهو أبو الوليد الباجي من باجة، أبو الوليد الباجي، وهو من علماء الفقه العظام ومن الأصوليين ومن المناطق، وهو الذي على فكرة ناظر ابن حزم، حيث إنه كان في نفس زمان ابن حزم الأندلسي، والوحيد الذي لم يستطع يعني أن يتقوى عليه ابن حزم واستعد لمناظرته وناظره مناظرات علنية وهي منشورة نشرها بعض الأساتذة الأفاضل
مؤخرا في مجلد ضخم مناظرات ابن حزم والباجي بالضبط. وكان نتيجة هذه المناظرات أن المذهب الظاهري الذي هو في الحقيقة يعني يمشي على ظواهر النصوص وفيه نوع من الشدة والحدة يعني الذي حدده هو موقف الإمام الباجي اللي هو أشعري أصلا في الحقيقة. الإمام ابن حزم كان ينتمي إلى هذا المذهب، كان ظاهريا. نعم. هو إمام الظاهرية. نعم. هو بعد داود